يا مساء الخير ومساء المحبة ومساء الجمال مرة ثانية على كل متابعي برنامج 24 جرات في كل مكان. وصلنا معكم لأولى موضوعاتنا اليوم، بنتكلم عن معاناة الأطباء. معاناة الأطباء واحدة من القضايا المهمة جدا جدا، يعني حاليا بالذات في الوقت الراهن ده يا حازم، يعني واحدة من الحياة اللي شكلت مشاكل كثيرة، يعني عندهم مشاكل كثيرة وعندهم معاناة حقيقة بيعانوا منها في السودان، يمكن بسبب أوضاع كثيرة جدا، ممكن يكون منها الأوضاع الاقتصادية، ممكن يكون منها في عدم حتى سماح بعض، يعني في تقيد حتى في الحاجات اللي ممكن تكون في التخصصات الطبية. يعني إن شاء الله خلال موضوعنا اليوم في فقرة ترين حنتحدث عن معاناة الأطباء، وسعيدين انه داخل الاستوديو يكون معنا دكتور خالد كوكو او خالد محمد كوكو، اختصاصي جراحه مخ واعصاب العمود الفقري. كيف الحال يا دكتور؟ ان شاء الله طيب. مساء الخير عليك دكتور. يعني معاناه الاطباء ومشاكل كثيره جدا ممكن يكون اكيد في معاناه، يعني نحن عارفين البلد كلها بتعاني في تفاصيل كثيره، لكن واحده منها ممكن يكون معاناه الاطباء تحديدا. يعني من واقعكم المعاش، كيف هو الحال بتاع الاطباء في السودان؟ والله الحال بتاع الاطباء في السودان يمكن المعاناه هي معاناه ممتده، يمكن ممكن نصنفها حاله مزمنه بتاعت الاطباء، ما حاله لحظيه ممكن نقول عنها، حالة ممتدة من سنين طويلة جدا معاناة الأطباء، لكن بتجي فترات بحصل ظهور في ظروف محددة بيخليها إنها ممكن تظهر بصورة كبيرة. الطبيب حقيقة معاناته بتبدأ من هو خاش الجامعة، بيبدأ معاناته مع مرحلة الدراسة ذاته، إنك أنت عشان تخش الجامعة وتحقق الأمنية بتاعتك بتبدأ المعاناة بتاعتك من هنا، الدراسة، المذاكرة، تحديد الجامعة اللي بتخش ليها، بعد ذلك بتبدأ معاناتك أثناء سنوات بتاعت الدراسة، يعني 6 سنوات بتقضيها في الجامعة معاناة مع المراجع المتوفرة، المراجع كانت غالية جدا وما كانت متوفرة في السنوات السابقة، يمكن هسي الوضع يكون أفضل شوية، لكن نحن كنا في زمن الأوضاع فيه كانت صعبة شوية. الكتاب الورقي نفسه أو الوسائل الآن نحن مو كبار طبعا، لكن ما كان متوفر الموضوع بتاع الإنترنت بصورة كبيرة وكذا، فبتبدأ المعاناة من هناك. بتجي معاناة الطبيب بعد ما يتخرج الفترة بتاعت الامتياز، أنا أفتكر أنه الطبيب حياته بتمتد بعد ذلك، بيجي المرحلة بتاعت التخصص، بيجي المرحلة بتاعت العمل بتاع الطبيب، بتجي مرحلة ما بعد التخصص، وبتكون حياته كلها ما فيها راحة لحد ما يعني يتقاعد عن المهنة. بعد ذلك بتجي المعاناة، بنفتكر أنه في معاناة مصاحبة للأطباء، سواء كان في البيئة بتاعت العمل بتاعت الطبيب بتاعت المستشفيات، التعامل مع المرضى نفسهم، الثقافة بتاعت المريض، الثقافة بتاعت المرافق نفسه، الإشكالات والتصادمات اللي بتحصل بين الطبيب وبين المرافقين، بين الطبيب والمريض نفسه، لأنه في مريض أحيانا ما بيتبع تعليمات الطبيب بصورة. طيب دكتور خالد، يعني خلينا نمسكها واحدة واحدة. يعني طيب حاليا المعاناة الخاصة بالنسبة للطبيب السوداني في ظل الظروف اللي بتمر بها البلاد حاليا ممكن تكون شنو؟ والله المعاناة بتاعت الطبيب الآن بتتمثل في البيئة بتاعت العمل. احنا نكون واضحين، يعني انه الآن احنا الأطباء الإشكال الكبير اللي بيعانوا منه الأطباء الآن في توفير المعينات بتاعت العمل. يعني انت بتجد يمكن عدد كبير جدا من المستشفيات الآن بتعاني من كمية من المعينات اللي بتساعد الطبيب في أداء عمله، إضافة لأنه في ندرة في بعض الأدوية المهمة جدا. في معاناة أنا بفتكر إنها واحدة من المعاناة يمكن الناس ما قادرين يتطرقوا لها، هي المعاناة بتاعتنا نحن كجراحين في التعامل مع حاجة اسمها بنك الدم. يمكن دي حاجة جات، أنا المسألة دي بدت، يعني إحنا ما عشان ما نظلم بعض الناس الموجودين في الوزارات، يمكن لا زمن بدت المعاناة. يعني زمان كان في كل مستشفى بيكون في بنك بتاع الدم مخصص، يعني إنها بتتعامل بعد تظهر ظواهر أنا ما عارفة كيف، ما بقدر أتكلم عنها، لكن جعلت المسؤولين والقائمين على أمر الوزارة أو القائمين على الأمر إنه جعلوا إنه الدم يكون مركزي في بنوك. يعني أنا مثلا عندي مريض الآن جابوا بنزف، الآن يقول لك لا تمشي تودي المتبرعين، يمشي المعمل المركزي أو يمشي معمل الإستاق عشان يتبرعوا، والمسافة لا غير كذا، بقول لك الآن التبرع وقف في زمن محدد، وقف
تستجدي عشان يشوفوا لك جزازة أو جزازتين، أو في ناس يقوم يكتب إنه والله الحالة عاجلة وكده والتزامات عشان يجيبوا لك الدم. فدي دي دي ده إذا وجد في اللحظة ديك في فصائل نادرة ما بتتوجد. فدي أنا أفتكر إنه دي حاجة الناس محتاجين إنه ينتبهوا لها. نحنا إذا كان بنتكلم إنه والله في ندرة في 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 الأدوية وكده، دي يمكن تكون عندها ظروفها، ظروف العملة، ظروف الشركات، ظروف الموردين وكده. لكن نحنا عندنا متبرع وعندنا جهة ممكن تقوم يعني إنه يسحب الدم من المريض من المرافق ويتقدم للمريض. دي هنا بتحصل في مشكلة، يمكن دي واحدة من الحالات اللي بنعاني منها كثير جدا. تكون عندك مريض الآن ينتظر لبكرة أو ينتظر لبالليل أو لتاني يوم عشان يوفر الدم عشان يخش، بالذات في جراحة زي جراحة المخ والأعصاب أو جراحات فيها طوارئ وفيها حوادث وكده. صحيح، أفتكر إنه دي جزء الناس محتاجين زي ثورة في الموضوع بتاع يعني دكتور نقدر نقول بيئة العمل هي ممكن تكون فيها مشكلة كبيرة جدا في السودان. يعني بيئة العمل بصورة عامة، احنا الآن كذا احنا الخرطوم ده نخليها كحالة استثنائية الخرطوم تمام. الآن تمام. لكن نتكلم عن معاناة الناس في الريف تمام. يعني المستشفيات الموجودة في الريف الآن في هجرة كثيرة جدا بتاعت أطباء من هنا بيمشوا برا. الطبيب ما ببحث عن المال فقط، ببحث عن ال 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 البيئه. انا افتكر انه الطبيب زي لعب الكوره، وكي تلقى الميدان كويس انت ذاتك ممارستك للمهنه دي انت ذاتك يعني بتشبع روحك بممارستك للمهنه. اذا كان انت جراح يوم يومين، زمان الطلب بتاع الطب الواحد وقت ما يخش المشرحه بيجيو شوق بيقول لك انا ما خشيت المشرحه يعني ما اشتغلت لسه ما شميت الفورمالين بتاع المشرحه وكده. فانت بتبقى علاقتك وطيده بالمهنه بتاعتك بغض النظر عن العائد المادي، ودي حاجه احنا ما بننكرها. لكن البيئه بتاعت العمل احيانا ممكن تكون واحده من الحياه المنفره والطارده. عشان كده وقت نيجي نتكلم عن الريف بنجد انه احنا المواطنين في الريف بيعانوا معاناه شديده جدا، لانه الاطباء ما 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 في استقرار للطبيب. يعني احنا اذا مثلا الان المؤسسات الماليه والمؤسسه بتاعت التمويل واللي عندها اهتمام اذا بدات تستثمر في جانب الطب، انا افتكر انه ممكن حقيقه نخلق بيئه بتاعت بيئه طبيه جاذبه حتى للناس برا وللمواطن الموجود هنا. المواطن بدل يركب من كبكابيه او من ابعد من ابو جبيهه من وين عشان يجي الخرطوم يقابل طبيب بتاع مخ اعصاب او يقابل طبيب بتاع كلى، انا افتكر انه يعني احنا ممكن ننظم هناك في عدد من الاطباء من هنا يمشي زيارات اذا توفرت لهم البيئه المناسبه. يعني في مؤسسات ممكن توفر لطبيب سياره، توفر لطبيب بيئة كويسة. نعم. يعني مثلاً أسي الطلاب اللي بيكونوا حالياً يا دوب مثلاً يتخرجوا، فتوزيعهم بيكون على الولايات بحيث إنهم يمشوا يقضوا الخدمة هناك. وللأسف يعني أغلبية الولايات بتكون حتى المستشفيات ما مهيئة بالصورة المثلى بحيث إنه يقدروا يقدموا هنتهم. يعني فنلقاهم طوالي أخذوا تراك يمين. صح. هو الطبيب الطبيب اللي بيتخرج جديد أو الطبيب الامتياز أو الطبيب اللي بيكون مدخل خدمة ممكن يمشي منطقة، لكن بنفتكر انه محتاج لمدرب، محتاج لطبيب قدامه. ما هو بيكون في فترة بتاعت امتياز وفهمه فترة بتاعت تدريب حتى بتقدر تاخذ ديسيشن او بتقدر تاخذ قرار. يعني انك انت بتكون ما اقدر اقول لك منزوع المساءلة وكده لانه في 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 فترة بتاعت تدريب، فما بقدر بيقوم بمهام بتاع طبيب. ممكن يكون طبيب مستشفى، نحن عندنا في الريف بيكون طبيب واحد طبيب منطقة، بتكون انت الطبيب بتاع النساء والولادة، انت الطبيب بتاع الجراح، انت الطبيب بتاع الاطفال، شامل كل الطبيب شامل حتى غير شغل الطب. وكنت تحصل مشكلة في الحلة بنادوكم الدكتور انه الطبيب بيمشي نادو الطبيب الدكتورة في ونادو العمدة ونادو كده تعالي نحل لنا الموضوع ده. لكن يا دكتور برضو في حاجة مهمة، يعني برضو العائد المادي ده برضو هو مهم. يعني لكن حدثنا عن العائد المادي في او العائد المالي في الحقل الطبي بشكل مرتبات عام. الاطباء يعني ليه يعني. الاطباء غالبيتهم يعني بيهاجروا برا، يعني دي برضو واحده من الحاجات. ما يا اخي انت بتكون في واقع حقيقه ان احنا عشان الناس ما يتكلموا بمثاليه عاليه بيفتكر انه الطبيب غير هو كشخص عنده التزاماته الشخصيه، عندك التزامات بتاعت اسره وما التزامات بتاعت اسره صغيره. انت عندك اسره ممتده يعني خالات وعمات والاهل والناس اللي حولك وكده، فانت بتكون مسؤوليتك كبيره. الاجور يمكن ما بتتناسب مع المهمه بتاعت اللي بتقوم بها انت. انا افتكر انه الطبيب لا يقل يعني مسؤوليه عن
العسكري أو الجندي الموجود في الحدود. إذا أنا بالساعة 3 صباحاً بضربوا لي، الساعة 4 صباحاً بيكون أنا لافي في الشوارع، جاء من وين؟ جاء من مستشفى وماشي لمستشفى وطبيب، أو مريض بنزي في مريض دخلته ماشي حصلت له حاجة ترجع عليه، يتصلوا عليك الساعة 3 الساعة 4. يعني أنا أفتكر أنك يعني معاناة الطبيب بتكون كبيرة، فبالتالي الالتزاماتك اتجاه روحك واتجاه أسرتك بتكون أكبر. فعشان كده عدد كبير جدا من الأطباء الآن بيفكروا يهاجروا. يعني أنا ما بقول كل الأطباء، في كبار الأطباء أوضاعهم ممتازة جدا ودخولهم ممتازة، يعني ما بالصورة الممكن تكون مؤلمة، لكن أفضل حالا، لكن ما أفضل حالا من الطبيب اللي بيمشي السعودية. لكن نحن دارين بصورة أوضح، يعني نكون شفافين، نحن دارين نعرف الطبيب هنا العائد المالي بتاعه، العائد المادي بتاعه هل مجزي؟ لأنه هو طيب نحن نصنف، خلينا نحن نصنف الأطباء، نصنف كبار الأطباء الأخصائيين والاستشاريين، عندنا الأطباء النواب والناس الامتياز اللي هم ما بعد لأنه فترة تدريبية، وديل أكثر شريحة بتعاني، شريحة ممكن بيقوم عليها بتقوم على أكتاف المستشفيات. يعني الأطباء المتدربين أو الأطباء بتاع الامتياز والأطباء النواب الأخصائيين هم شايلين الثقل كله في المستشفيات، وعشان كده بتسمع كل فترة إنه الأطباء ديل بيضربوا أطباء الامتياز. ما ده هو ذاته موضوع جزء من معاناتهم، يعني جزء من معاناتهم. يعني حتى في أطباء بيتدربوا على 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 نفقتهم الخاصة. أنت عندك بتركب مواصلات، عندك وجبة مفروض تأخذها، بتكون قاعد 24 ساعة، عندك التزام. لو لاحظت زمان، أنا ما أعرف الموضوع ده هسي ولا موجود ولا لا، بيتذكر زمان كنت كنا بنتكلم انه بتلقى انه القاضي بده بدل العدوى، حين انه هو بكون قاعد وبعيد المتهم واقف بعيد هناك منه. نحن الاطباء بتكون انت في لسانه بتلقى البدل العدوى حاجه لا تسوي يعني شيء، فبتحس انه يعني ما في انصاف. فزي ما قلت قبل شويه التصنيف بتاع الاطباء، الاطباء كبار الاطباء، الناس اللي عندهم عيادات، الناس انا افتكر انه يعني مع وضع السودان والوضع الآن يمكن يكون أوضاعهم ما بطالة لحد ما واحد بقدر يأكل ويقدر يعيش ومشي أموره، لكن المعاناة تجي للأطباء اللي بيكونوا مداخل خدمة، والأطباء اللي بيكونوا في فترة التدريب وكذا. وعشان كذا بتلقى أنه نحن شهريا عدد كبير جدا من الهجرة بتاعت الأطباء خارج السودان، ويمكن بشهادة كل الدول والناس إنه الطبيب السوداني برا مقيم وأداء ممتاز. ده بدليل إنه نحن ما عندنا مشكلة في الطب، ما عندنا مشكلة في الكادر، لكن مشكلتنا في الواقع الطب الشغال فيه والكادر. إذا الواقع إذا الطبيب ده تشال من هنا واتخطى في واقع أفضل، أداءه بكون أجود وأجمل يمكن، وده نحن ملاحظيننا الآن. قاعدين نقول يمكن السعودية وحشة، يمكن ابتلع كل الأطباء الموجودين. أي صديق عندك ما فيش بتتصل تلقاه في السعودية. في السعودية مقيم هناك شغال هنا. يعني يمكن أقل حاجة محمد، يعني ممكن تتوفر لأنه الطبيب السوداني عشان يقدر يتعايش مع الواقع ده، أقل حاجة يوفر له الخدمات اللي بتعينه بس، يعني أسهل مثلا الطراحيل الأكل البيئة اللي أنت تحدثت عنها، إن عشان ما تكون له طاردة هو في ظل أنه بس على الأقل يقدر يتحمل معك الأوضاع الاقتصادية ممكن تكون مرة على البلد، يعني لأنه هو طبيب، لأنه دي واحدة يمكن تكون من معاناة الأطباء. صح. شوف أنا 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 يعني ما في موقع بقدر ممكن أقدم حلول للناس، يعني ما سياسي أو متخصص في كده، يمكن جانب الأكاديمي، لكن بالنظرة بتاعت الشخص العادي بيفتكر إذا أنا في طبيب من هنا وديته منطقة ريفية وفرت له سيارة وفرت له منزل، أنا أفتكر إنه بيقدم له جزء من الحاجات الممكن تعينه. في نفس الوقت شيف الشخص ده بحل مشكلة كم نفر عشان يركوا من هناك يجوا، دي في الحالات الباردة، غير الحالات الطارئة اللي بتحصل لشخص، حتى الشخص لو لدغته عقرب ساكت يعني في الريف ممكن يموت نتيجة لأنه ما ممكن ما بلقى موضوع بتاع الرعاية، ولو حصل له زبحة ما بلقى حتى التوجيه الأول اللي ممكن يعمله عشان يقدر ينقص حياته كده. فأنا أفتكر إنه الناس محتاجين نعيد النظرة في 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 المجال الطبي، وحقيقة توزيع الأطباء وتوزيع الخدمات، وفي نفس الوقت الناس محتاجين إنه
نشجع المؤسسات اللي تساهم في انها تدعم تدريب وتأهيل الكوادر. يعني شوف نعم. في مناطق كثيرة جدا مثلا الان في شركات شغالة في مجال الكهرباء بتجي مثلا لمنطقة بتقول لهم احنا بنعمل لكم كهرباء مثلا بياخذوا قروض مثلا من البنك باسم المنطقة وبقوم بوفروا كهرباء ووفروا مشروع. تمام. اذا نفس المؤسسة دي جات للمنطقة المحددة وحاولت انها تستثمر في المجال الطبي معها كويس بتوفير أطباء وتوفير مثلا المعينات بتاعت الحركة والمعينات الطبية. أنا أفتكر أنه بنستطيع أنه بنحل مشكلة كبيرة جدا للمواطن في نفس الوقت وبتستطيع المؤسسات نفسها المؤسسات الاستثمارية بتفتح مجالات جديدة في الاستثمار غير المجالات التقليدية القديمة الناس المتعارفين عليها وكده. تمام. آه فأنا أفتكر أنه خلينا يعني نركز على الجانب الإيجابي بالنسبة للمادة الحطارة بس بعد شوية. عندنا مادة خلونا مع بعض نمشي نتابعها ونرجع نتواصل في حوارنا. تمام. ان شاء الله انا هسا قبل العمليه طبعا العمليه حيكون فيها الدكتور هو خالد كوكو في السودان. عندي اصابه زي ما قلت بالفقره 12 هي عباره عن شظايا دخلت في جسمي. عملت عمليه في الاردن شالوا لي شظيه لكن وضعي ظل مثل ما هو اني ما بقدر اني امشي. في عندي سيطره جزئيه بالنسبه للحمد لله للبول والبراز يعني انه الحمد لله ماني مستعمل القسطره لكن احساس نهائيا من تحت الحوض بعد أربع أصابع من الحوض ما في عندي حركة ما في عندي في قدمي ولا إحساس. لكن إن شاء الله متفائل إن شاء الله بعد العملية حيكون في إشي جديد وأنا حاب أصور لكم هذا قبل وبعد بحيث تشوفوا إنه هل في عملية ناجحة بالموضوع هذا وإذا موجودة مشان كلكم تتشجعوا لأنه دائما المريض اللي مثل جايتنا بيكون في عنده خوف فأنا بدي تتجاوزوا مرحلة الخوف ويا رب إنه الله ييسر وتنجح العملية. السلام عليكم. نحن صورنا فيديو قبل العملية وهسا عم نخبركم الأحداث الجديدة اللي صارت بعد العملية. نحن إن شاء الله اليوم في اليوم الثاني من العملية. هاي في عندنا الحمد لله بلشت عندنا حركة ما شاء الله بالرجل. ما شاء الله الحمد لله يعني حركة بسيطة لكن إن شاء الله هو تطور ما كان موجود قبل هيك. اسحبها عليك. الحمد لله. يعني في حركات كمان بسيطة بالإجر بحركة الإبهام لكن ما راح تكون ظاهرة كثير على الفيديو. إن شاء الله بس نطورها راح أصوركم إياها بحيث تكونوا على بينة بأي حركة جديدة. يا رب ادعوا لنا بالشفاء الله يجزاكم خير. السلام عليكم. أنا اليوم بعد 19 يوم من العملية راح أفرجيكم الحركة الجديدة اللي صارت عندي اللي هي حركة الدهش. هاي صار في حركة دهش يعني طبعاً هو هون ما عم بيقاومني بالحركة بس وقت عليكم.
اليوم انا راح اصور لكم فيديو جديد. اليوم احنا في 16/4 زي ما وعدتكم، كل فتره وفتره راح ابعث لكم فيديو جديد. الفيديو الجديد اليوم مختلف شوي، عندي الحركات تطورت شوي، لكن وانا عم بحاول اني امشي على الووكر وقعد على الارض فتح الجهاز، فالحمد لله ما فيش كسور، لكن صار في عندي حركه. هل هي حتستمر؟ هل هي بتثبت الوقعه؟ مش متاكد، لكن راح افرجيكم اياها. يعني هاي مثلا كنت اول ما بقدر اني اجيب اجري لعندي، هسه بالحاله هاي طلع هاي اجري، بسم الله صرت اقدر اني اجيب لعند حوضي واستمر بجيبته. شايفين هاي حركه جديده. السلام عليكم. اليوم مثل ما خبرتكم ان شاء الله، اليوم بتاريخ 26/5/2020 في الحمد لله حركة جديدة حبيت اني افرجيكم اياها مثل ما فرجيناكم اللي قبلها. عندي بالنسبة لحركة التبعيد، كانت عندي قبل ما اعمل العملية كانت معدومة، كان في عندي حركة عضلة بالإجر اليسار ضعيفة جدا، لكن كانت معدومة للتبعيد. راح افرجيكم التبعيد على مهل بعيد، اعطيكم حركة كاملة. فرج على الإجري، هاي شايفين تقريب، طبعا صعب علي يعني ما بقدر اسوي تقريب لهسه، اما التبعيد هاي راح ابعدها بسرعه، هاي بهالطريقه هاي، وبقدر ابعدها واثبتها بشكل خفيف يعني مثل هيك بهالطريقه هاي. طبعا انا بستخدم، في شباب كانوا سالين شو الجهاز اللي ركبته. الجهاز هو عباره عن جهاز داخلي ما بيبين بالجسم نهائيا، وهذا الجهاز هو الجهاز الخارجي اللي انا بسوي عليه التحفيز. طبعا بعد ما اشغله راح اعطيه على درجه التحفيز اللي خبرنا عنها الدكتور، اللي هي بهالطريقه هاي، برفع العيار بشكل معين. راح افرجيكم هسه شلون بنحط، وانه مو ظاهر نهائيا الجهاز. الجهاز بالنسبه لي هذا الجهاز، انتم ما راح تشوفوه، ما فيش شيء ظاهر نهائيا على الجلد نهائي. هاي القطعه اللي احنا بنحطها على الجلد، طبعا باللحظه هاي انا هسه شعرت بعد ما حطيت الجهاز بذبذبات عن طريق الجهاز اللي انتم شايفينه، انا واصله بجسمي في ذبذبات عم تعطي لاشاره، عم تعطي للجسم، بظلها تعطي تقريبا لمده 3 ساعات. الجهاز ما بيضل موصول معي، يعني انا بس اخلص بزيح الجهاز وبمارس تماريني النظاميه وبشوف شو التطورات اللي عم بتصير بشكل يومي، وان شاء الله شو بصير جديد راح اخبركم باذن الله. زي ما شفنا دكتور خالد محمد كوكو اختصاصي جراحة مخ وأعصاب العمود الفقري، واحدة من الإيجابيات جدا المبشرة في السودان، بحيث أنه الهجرة بقت هجرة عكسية، يعني الناس بتجي للسودان عشان تتعالج أو تتلقى العلاج. فيا ريت تكلمنا أكثر عن عملية تحفيز النخاع الشوكي. طيب الجزء الأول قلت الهجرة العكسية، نحن بنفتكر انه السودان الان بامكانات، زي ما بيقولوا الناس امكانات واعده يعني، وزي ما قلنا المره الفائته قبل شويه انه الطبيب السوداني هو الطبيب الاكثر قبولا والاكثر ابداعا برا، وكيف تتوفر له البيئه المناسبه. فبالتالي نحن ككوادر طبيه موجوده ما عندنا مشكله مع المحيط بتاعنا، سواء كان هنا او في المحيط الخارجي. يمكن الان على مستوى اوروبا الأطباء السوداني أطباء مميزين، يمكن في الحملة بتاعت كورونا دي قدمنا شهداء وقدمنا ناس يشار لهم بالبنان يعني، وأنا أفتكر إنها دي واحدة من شجاعة وإمكانيات وإبداع الطبيب السوداني دي، يعني إحنا ما عندنا فيها كلام. لكن البيئة رغم ظروفها، المريض بيجيك لو أنت قدمت خدمة ما موجودة عنده أو ما موجودة هناك وكده. فالموضوع بتاع التحفيز يمكن احنا موضوع بدينا فيه وتكلمنا فيه كثير جدا، هو عمليه بتاع تحفيز او تنشيط للنخاع الشوكي للناس اللي اصلا بيحصل لهم اصابات، سواء كان اصابه، يمكن احنا عارفين الاصابات على مستوى العالم، اصابات العمود الفقري يمكن من الاصابات الشائعه جدا في الحوادث بتاعه السير وفي الملاعب، الاصابات الرياضيه في حوادث العنف وغيره، والالتهابات والأورام، كلها حاجات ممكن تسبب التهاب أو تسبب إصابة للنخاع الشوكي. والنخاع الشوكي معروف إنه المهمة بتاعته
هو الربط بين المخ والأعضاء أو الأجزاء الطرفية. وفي نفس الوقت عنده مهام تانية، المهام بتاعت الحركة والمشي ممتاز. اليوم يعني المشي دائما مخزن في ذاكرة النخاع الشوكي، يعني أي زول عنده مشية محددة. يعني أنا وقت أكون في زول ماشي في الليل مثلا بكون عارف والله أنه ذاك حازم ماشي، عنده مشية محددة ماشيها وحازم، يمكن يكون ماسك الموبايل بيتكلم فيه لحد ممكن يضرب حيطة، ده بدليل أنه هو ما مركز مع المشي. في جهة تانية قائمة بالمهام بتاعت المشي وهي النخاع الشوكي طبعاً. انك انت بتجي الدوائر بتجي الاشاره من فوق بتنزل للدوائر الحركيه، الدوائر الحركيه بتبدا تشتغل عندها رزم محدد، والسكيلز والحاجات الموجوده الخبره بتاعت المشي الموجوده فيها بتبدا تادي شغلها. انا اذا في زول ما مشى اصلا وركبت له الجهاز ما حيمشي اصلا. لو لاحظت الطفل وقت تكون ماشي لو صفقت له كده بقع، لانه تركيزه كله المساله مركزه من الراس لسه ما ما ما, ما مثبت على النخاع الشوكي. البحث لو تحصل اصابه بتجيف الاشارات الجايه من الراس فوق عشان تشكل لنا الدوائر التحت زي حكايه الستارتر ده. فانا بكون محتاج لي يعني انا وقت ركب الجهاز بيكون محتاج انه انشط المنطقه اللي اصلا حصلت فيها الاصابه، وفي نفس الوقت اشكل الدوائر الحركيه الموجوده الاسفل المنطقه بتاعت الاصابه. سابقا كان الناس بيتكلموا انه والله يا اخي المخ اذا حصلت فيه إذا حصل ضرر في الخلايا العصبية تاني ما بتتجدد. ممتاز. ودي لحد الآن في جزء من الأطباء ماسكين في المسألة دي يعني لحد الآن يعني ممتاز. لكن الآن في نظريات جديدة جدا، يعني نظرية حاجة يسموها النيروبلاستيسيتي أو المرونة العصبية، إنه إذا الجهاز العصبي ده حصل فيه تخرب في جزء بيستطيع إنه يعالج قضاياه. يعني مثلا الزول بيكون عنده شلل نصفي، بيجيب زول عنده جلطة وحصل تخرب في المخ في حتة محددة وحصل له شلل نصفي وبدأ يعاني بشلل نصفي يعني بعد فترة مع العلاج الطبيعي مع كده بتلقى يده بدأت تتحرك وتمشي، معناته في جهة فوق اللي كان حصل فيها تخرب بدأت استعادت مقدرتها وكده. ممتاز. آي فدي دي 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 النظرية الآن اللي بيعتمد عليها الجهاز بتاع التحفيز بتاع النخاع الشوكي، إنه المنطقة اللي بيعتمد على في مسألة التحفيز أو تنشيط المنطقة المصابة على النظرية دي، وفي نفس الوقت بيحرك الدوائر الموجودة وهو بسموه تحفيز طويل الأمد. يعني أنا لو جاني زور ركبت له الجهاز الليلة ما بكرة بتوقع بعد العملية طوالي يقوم يمشي. يعني إنك أنت ما بتعتمد على الجهاز في المشي، بتعتمد على المعالج اللي بيتم للنخاع الشوكي عن طريق الجهاز او التحفيز او التنشيط. يعني نقدر نقول يا دكتور هسه الان الحاجه دي بقت متوفره الان في السودان؟ متوفره في السودان. احنا في السودان قطعنا شوط، بنقول قطعنا شوط فيها وتجاوزنا الناس التانيين، الناس اللي علمونا تجاوزناهم فيها بمفاهيم المعالجه والتخطيط نفسه بتاع داخل العمليه وكده، عشان كده بقت عندنا نتائج. نتائجنا ماشي شوي كده لقدام، ونتمنى انه مع الايام ان شاء الله ان شاء الله. دكتور نحن الوقت يكون معك يعني واحده من المحاور المهمه شديد في محاورنا بتاعت معاناه الاطباء. يعني واحده من الحاجات هي الاعتداءات اللي قاعد تحصل للاطباء. يعني طبعا هي ممكن يكون عندها اسباب كثير، يعني في اعتداءات وفي حياه مستمره ليوم الليل. يعني احنا قاعدين نسمع كثير جدا في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الاخبار بنسمع انه والله دكتور في المنطقه المعينه تعرض لضرب، او دكتور في واحده من الولايات تعرض لضرب يعني بدون اي سبب مقنع. يعني حديثنا عن الاعتداءات المستمره للاطباء. يعني والله نفتكر انه الاعتداءات الناس دائما بلوموا الطبيب، بمشي اقول لهم الطبيب بقول لك الاطباء تعاملهم كعب، الاطباء ما عندهم اخلاق، الاطباء. لكن افتكر انه الطبيب ده في النهايه انسان عنده مشاعر واحاسيس وكل الحياه زيه زي اي زول، بيشتغل في بيئه ضاغطه وبيشتغل في ظروف قاسيه جدا طبعاً. وبيكون احيانا انت شغال في منطقه يعني او شغال في مستشفى بتشوف لك اكثر من 30 او 40 مريض في ظروف قاسية جدا، يعني كلهم حالات طارئة وحالات بتاعت فيها معاناة شديدة. في نفس الوقت انت بتجي في شخص بيكون عنده بيفتكر انه هو عنده الأولوية، مفروض يعالج له المريض بتاعه، وبيفتكر انك انت مفروض تدي المريض اهتمام
افضل من المريض الثاني بغض النظر انه هو ما عارف الحاله بتاعت المريض. اغلبيه الاعتداءات يا دكتور يعني بتكون يعني عباره عن اعتداءات من المرافقين للمرضى اتجاه الطبيب بسبب يعني خطا طبي. هيقول لك يا اخي مثلا والله يا اخي دائما الاخطاء الطبيه قاعد تقعد طوال يمشي حاسبه ما بحاسب القانون يقول لك لا والله يا اخي والحين حاسبه ونحن بعدين نحاسبه. في في في, في حاجه بالمناسبه ما في طبيب بيكون مدخل مريض انه ياذي المريض او ما في طبيب بيكون مدخل المريض بيكون هو عنده يعني فكره انه هو داري يعمل شنو. طيب انا لاحظت انه معظم الناس المرافقين اللي بيقوموا بالاشكال بيكونوا دائما ما بتلقاهم الناس اللي بيسموهم من الدرجه الاولى, ما بتلقى الاخ والاخت, بتلقى الناس اللي حول المريض. صراحه في ناس بيحاولوا يخلقوا حاله بتاعت شو يعني هو مهتم بالمريض, وديل الناس وكيد انت تقول تطلب دم او تطلب ادويه مبتلقى. تطلب حاجه ما بتلقى الناس اللي بيخلقوا الاشكالات, بتلقى اهل المريض الان هم في ظروف اهل المريض زور مريضه بيكون بيعاني ما بقدر حتى ممكن يمد يده ل ل ل لطبيب او لكادر طبي. فانا افتكر انه المشكله الحكايه شائكه جدا, فيها البيئه بتاعه العمل بتلعب دور, المرافقين نفسهم, الوسائل بتاعه الحمايه بتاعه في المستشفيات المفروض تكون بصوره افضل. لكن انت معايا طبيب دكتور انه في 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 اطباء يعني كثير جدا ممكن يكونوا فيهم عندهم مشاكل كثير يعني في صح. يعني بيخطئوا, وفي ناس يعني حتى ما قاعد تحاسبهم في اخطائهم قاعد تحصل دي, وفي بعض مرات العامل بتاع انه يا اخي بتحس انه بعد مرات الطبيب ده بيمشي سايق بيقول لك يعني سايق يعني الزول ده مفروض يتحاسب, مفروض يا اخي تحصل له من فتره لفتره زول يجي يحاسبه على الاخطاء اللي قاعد تحصل دي. يعني سمعنا كثير يعني باخطاء طبيه حصلت. طيب بالنسبه لايه؟ طيب انا داير اقول لك حاجه, الواقع الطبي ده مشحون بكميه من ما داير اقول الاساطير لكن كميه من الاشاعات حوله. اي مريض تحصل له مثلا نقول في العمليه, اذا في مريض يتوفى في العمليه أنا أفتكر إنه مرات بتلقى المهمة ما بتكون كل المهمة بتاعت الجراح. يعني ممكن تكون المشكلة ممكن تكون مشكلة في التخدير. التخدير ده جسم براو بالمناسبة, وديل مجموعة وتيم واختصاصيين برام. بيجي يستلموا المريض ده بيسلموك له في الطرابيزة, بترفع المشرط بتاعك, بيستلموا المريض يصحوه. الحديث الحديث بطول ان شاء الله يعني هنا. في الموضوع ده فلكن نسبة لضيق الوقت ان شاء الله يعني عندنا والله محاور كثير يعني موجود في حلقات قادمة بحيث انه نقدر نغطي اكبر جزء من الموضوع ده وندي الموضوع حقه وكمان اهميته ان شاء الله. تسلم يا دكتور يعني جزيل الشكر. يعني اكيد في محاور كثيره جدا كان المفروض نتكلم فيها, خصوصا النقابه بتاعتكم والحلول ممكن تكون شنو في تقديراتكم, لكن ان شاء الله خلال يعني موعدين ان شاء الله كل المشاهدين بانه يا اخي نستضيفك ثاني والحديث يعني عن حول المواضيع دي. شكرا جزيلا دكتور خالد محمود محمد كوكو اختصاصي جراحه مخ واعصاب العمود الفقري. شكرا جزيلا لك وشكرا لكم وشكرا للمشاهدين وكل متابعينكم ان شاء الله. اكيد في اكيد انت ان شاء الله حتكون معنا في قريب العاجل يعني ان شاء الله موعودي بحلقه ثانيه ان شاء الله. اذا اعزائي المشاهدين حنطلع فاصل اعلاني قصير ومن ثم نتواصل في برنامجكم 24 جرام.